اليوم في تطور جديد بقضية الشاب جمال بن إسماعيل اللي تفاعل معها الشارع الجزائري ومواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعد ما انتشر فيديو له والناس نازلة في ضرب وبعدين حرقوا. هذا الكلام كان في عز ما بتمر الجزائر بحرائق قيل إنها مفتعلة، وبعدين اتضح أن الشاب جمال هو فنان كان جاي يتطوع ويساعد في إخماد الحريق. الجديد الآن في قضيته هو أن الشرطة الجزائرية طلعت ببيان قالت فيه انها توصلت لمعلومات اكثر وتفاصيل ادق من خلال جوال جمال. فبعد تفتيش الجوال استطاعت السلطات انها تقبض على 25 مشتبه بهم اضافيين، وبكذا بيصير مجموع المتهمين كلهم 61 شخص. وفي تكملة البيان كان في ايضا امر لافت، وهو انه الشرطة الجزائرية كشفت عن شبكة اجرامية بتقف وراء الموضوع وهي اللي خططت لهذا كله. وبالمناسبة بحسب بيان الشركة فهذه الشبكة مصنفة كمنظمة إرهابية، وعلى العموم وسائل إعلام جزائرية وحتى الشرطة نفسها نشرت مقاطع لاعترافات المتهمين في هذه القضية. في الفيتو بتاع البوليس شفت رجلي هكذا ضربته بالرجلي، شفت الزوج ما نعرفهمش كاع، واحد لابس تريكو دفو.